السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب معكم غيتا من قناه غيتا ايدياس مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات الاعتناء بالبشره والجمال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم صابون على الطريقه البارده بالقطران بطريقه جد مبسطه ومغايره على باقي الطرق الصابون ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضروه بدون ميزان الحراره وهذا جات تحت الطراب ديال بعض السيدات اللي ما عندهمش الميزان ديال الحراره يعني غادي نحضروا الصابون ديالنا وغادي نكتفيو فقط بالحراره ديال الصودا او الهيدروكسيد الصوديوم بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه خطوه بخطوه نبداو على بركه الله في اناء كيف ما كتلاحظوا غادي نبدا معكم في تحضير خليط ديال الماء المقطر وكذلك الصودا الكاويه او الهيدروكسيد الصوديوم هنا كيف ما كتشوفوا عندي 70 غرام من الماء المقطر غادي نضيف عليه 42.15 غرام من الصودا الكاويه او الهيدروكسيد الصوديوم غادي نبدا في الاضافه ديالها بشويه بشويه وانا كنحرك حتى كتذوب تماما وكيف الأعدام ملي كنكونوا نحضروا الصابون ضروري نلتزموا بقواعد السلامه يعني نكونوا لابسين القفازات ديالنا الكمامه ديالنا وكذلك النظارات ديالنا كيف ما كتلاحظوا انا كنضيف وانا كنحرك حتى كدوب لينا بالكامل وكيولي الماء شفاف في هذه المرحله غادي نستعملوا خليط الماء والصودا الكاويه او الهيدروكسيد الصوديوم هو في حراره ساخنه يعني ما غنتناوش ليه حتى يبرد كيف باقي الطرق في الطرق العاديه لصناعه الصابون ملي كندوبو الصودا الكاويه أو هيدروكسيد الصوديوم في الماء المقطر كنتسناو عليها حتى كتاخذ لنا حراره ديال الغرفه ولكن في الطريقه ديال اليوم كيف ما سبق لي قلت لكم ما غاديش نستعملوا ميزان الحراره يعني غادي الزيوت الصلبه اللي عندنا بالحراره ديال هيدروكسيد الصوديوم والماء المقطر في اناء ثاني كيف ما كتلاحظوا عندي الزيوت الصلبه اللي كتكون من 90 غرام من زيت الكوكو اولا زيت جوز الهند عندي كذلك 60 غرام من زبده الشيا هاد الخليط ديال الزيوت الصلبة ما غديش ندوبهم في حمام مريم ولكن غادي ندوبهم بالحرارة المرتفعة ديال الماء المقطر وكذلك هيدروكسيد الصوديوم كيف ما كتلاحظوا هنا انا كنصب الخليط اللي محضرينه من قبل اللي فيه الماء المقطر وكذلك هيدروكسيد الصوديوم على خليط ديال الزيوت الصلبة الحرارة المرتفعة ديال خليط الماء المقطر وهيدروكسيد الصوديوم كيف ما كتلاحظوا كتساعدنا في تذويب الزيوت الصلبة كنبقاو نحركوا الخليط ديالنا حتى كيدوب لنا الزيوت الصلبة تماما هنا كيف ما كتلاحظوا الخليط ديال الزيوت الصلبه تقريبا داب بالكامل وفي هذه المرحله ملي كيدوبوا لنا الزيوت الصلبه تماما في الحراره المرتفعه ديال خليط الماء المقطر وكذلك هيدروكسيد الصوديوم غادي نقوم باضافه الزيوت السائله هنا ان شاء الله غادي نضيف الخليط ديالي السابق 135 غرام من زيت الزيتون البكر غادي نضيف كذلك الخليط ديالنا 15 غرام من زيت الخروع ملي غادي نضيف الزيوت السائله المتبقيه غادي نحرك اولا غادي نمزج الخليط ديالي فقط بسباتول وهنا ان شاء الله باش كنمزج جميع المكونات ونحصل على الاثر كناخذ بلونجور اولا الميكسور اولا الخلاط الكهربائي وكنضرب الصابون ديالنا حتى كنحصل على الاثر بالنسبه للناس المبتدئين في صناعه الصابون واللي ما كيعرفوش هي كلمه الاثر في صناعه الأطر من الصابون الاثر كتعني ملي الصابون كيتحول من قوام سائل لقوام ثقيل كيف ما في الصوره كمرحلة أخيرة غادي نضيف النجم الوصفة اللي هو القطران غادي نضيف 13 جرام من القطران الثقيل ما كنضيفوش زيت القطران وما كنضيفوش القطران الخفيف كنضيفو القطران الثقيل اللي كيجي كي على هذا الشكل القطران اللي الفوائد ديالو كثيرة على الجلد بحيث أنه كيعمل على علاج الكزيمة الصدفية وكذلك أمراض جلدية أخرى كيف ما سبق لي قلت لكم القطران الثقيل وتبارك الله هذه العبوه راه موجوده تبارك الله عند العطاره يعني ما غاديش تلقاو صعوبات في الاقتناء ديالها القطران كنضيفوه كمرحله اخيره وكنحركوا الخليط ديالنا هنا فقط بالسباتول يعني في هذه المرحله ممنوع ان نستعملوا البلونجور او الميكسور كيف ما كتعرفوا القطران كيسرع عمليه التصبن يعني كيسرع التصلب ديال الصابون يعني إذا ضربنا الصابون ديالنا دابا بالميكسور او البلونجور غادي تصلب لنا الصابون ديالنا في الحين يعني من الافضل كنحركوا فقط بالسباتول حتى كنمزجوا الخليط ديالنا وبالتالي كنحصلوا على هذا القوام والشكل اللي امامكم في كيجي الصابون ديالو رائع والرائحه ديالو كتجي قويه وممتازه انا شخصيا كتعجبني الريحه ديال القطران بالنسبه للناس اللي ما كتعجبهمش الريحه ديال القطران. فما كنصحكمش انكم تصاوبوه حقاش الريحه ديالو كتجي كتجي مجهده كتجي قويه ولكن الفوائد ديالو العلاجيه فهي رائعه كيف ما كتشوفوا القوام ديال الصابون خصنا نحصلوا عليه على هذا الشكل يعني القوام ديالو ما كيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف باش بالتالي كنتحكموا فيه ملي كنبغيو ننزلوه في قالب السيليكون ديالو هنا انا ان شاء الله غادي نستعمل هذا القالب السيليكون اللي فات لي رشيتو بالكحول تقدروا تستعملوا اي قالب من الاختيار ديالكم يعني تقدروا فقط تكتفيوا بواحد الكرتونه تغلفوها بورق الزبده وتستعملوها في الصابون كنملأ القالب ديالي بالصابون اللي حضرناه كنحاولوا نضربوا القالب مع طاولات الامل باش كنخرجوا منه فقاعات الهواء وكذلك كي الشكل ديال القالب وكنعاود نرش عليه كحول 90 درجه باش كنتفادى ظهور رماد الصودا ليقدر يقدر يظهر لنا في الصابون من بعد الصابون ديالنا من بعد ما حضرناه كنخليه في القالب ديالو تقريبا 24 ساعه حتى كيتصلب لينا وكياخذ لنا الشكل ديال القالب ديالو كنغطيوه وكنخليوه في مكان ساخن باش كيكمل عمليه التصبن ديالو الصابون ديالنا من بعد ما مرات 24 ساعه ليه في القالب وفي مكان ساخن دابا ان شاء الله غادي نديمو ليه اولا غنزولو من القالب السيليكون ديالو وهذا كيبقى هو الشكل النهائي ديال صابون القطره اللي حضرت معكم الشكل ديالو كيجي كي رائع ملي كنزولو الصابون ديالنا على الطريقه البارده من قالب سيليكون ديالو او اي قالب مستعمل ما نقدروش نستعملوه ديك الساعه على الجلد ديالنا يعني ضروري ما كنخليوه في هذا المكان اللي فيه التهويه لمده ما بين 4 الاسابيع حتى ل الاسابيع وبالتالي كيزيد ينشف لينا او لا يجف لينا كيزيد يتصلب وكذلك كتهبط درجه الحموضه ديالو او البي اش ديالو وهنا انا عملت الصابون ديالي في هذه الشبكه باش كيجف لينا من التحت وكذلك من الفوق وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم كنتمنى هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم وفي حالة أنكم جربتوها كنتمنى أنكم تشاركونا تجاربكم في الصفحة ديالنا على الانستغرام أو الفيسبوك اللي غادي نخلي لكم إن شاء الله الرابط ديالو في صندوق الوصف نخليكم دابا مع مكونات الوصفة وكنضرب لكم إن شاء الله موعد في وصفات أخرى من وصفات الاعتناء بالجمال وكيف العادة إلى أجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسوش أنكم تبارتاجيوها مع الأصدقاء ديالكم العائلة ديالكم وكذلك تخليوا لي لايك وتعليق وتشاركوا في القناة لمازال ما تشاركش شكرا لكم وإلى اللقاء إن شاء الله